يعني يستطيع أن يحل مشكلات العالم وليس مشكلات وطن صغير في حدود إريتريا. شيخ حسن، وأمانة في النقل وخلال مؤتمراتكم الجانبية اللي أقمتوها هنا ونحن نتحدث من ملتقى الحوار الوطني الإريتري، عقدتم لقاءات جانبية للشباب وللمرأة، وأمانة في النقل رأيت يعني مدى تشجع وترحاب الإخوة الطرف الآخر أو الشريك الآخر في إريتريا النصارى بالتحديد لمشروعكم وبرنامجكم السياسي. هذا ما يدفعني إلى سؤال آخر، وهو البعض الآخر ممن لا يعرف برنامجكم ويحاول إلصاق شبه بالمسلمين بأن الإسلام هو دين إرهاب أو أن أي عمل إسلامي جهادي ما هو إلا عمل يعني يحاول تطبيق الشريعة الإسلامية التي يعني هي ظالمة في نظرهم، وأنا أقول أنه لم يوجد أي شرائع سماوية في الأرض احترمت أديانهم ومعتقداتهم كما فعل الإسلام. الذين يتخوفون من الإسلام والحركات الإسلامية ويصفونها بأنها إرهابية، ماذا تقول لهم؟ الإنسان حقيقة كما يقال عدو ما يجهل. نحن نعتقد أن الذي يجعل الناس يتخوفون من الإسلام سببين، لو تجاوزنا الأسباب الجانبية يعني سببين رئيسي. السبب الأول جهل الناس بالإسلام، لا يعرفونه ولم يقرأوا عنه ولم ينظروا إليه أيضا نظرة متجردة عن قرب، ولا يستطيع أيضا يبدو لي أنهم لم يحتكوا يعني لم يقتربوا كذلك من الكتاب بشكل صحيح حتى يستطيع أن يتعلموا. هذا واحد، يعني السبب الأول هو الجهل وعدم المعرفة. السبب الثاني أيضا تقصير المسلمين في أن يعرضوا مشروعه حقيقة. يعني نحن لاحظنا الآن كما تفضلت يعني من خلال اقتحامنا لهذا الباب والدخول مع الطرف الآخر والمباشرة معه والاتصال، استطعنا أن نزيل يعني جزء كبير جدا من الشبهات. لا أقول استطعنا أن ننقلهم مما هم فيه، وهذه مرحلة قد تكون لاحقة، هي مرحلة دعوة، لكن ابتداء على الأقل أنا في تقديري المسلمين عندما احتكوا بهم لم يبرزوا شخصيتهم ولم يبرزوا عقيدتهم ولم يبرزوا دينهم ولم يبرزوا سماحة هذا الدين. وجدوا أن هنالك مجموعة من المسلمين تجاريهم في كل شيء، تجاريهم في الرقص، تجاريهم في الغناء، تجاريهم في الخمر، تجاريهم في العلمانية، تجاريهم في كل. إذن لاحظوا بأن هؤلاء المسلمين الذين معهم ليس معهم ما يشجع. لاحظوا الآن أن الحركة الإسلامية عندها جديد، عندها طرح، عندها رؤية، عندها رؤية للمستقبل، عندها رؤية كيف يمكن أن تتعايش مع الآخر. فأنا في تقديري الجهل بطبيعة الدين وتقصير المسلمين أيضا وعدم حملهم لرسالتهم بشكل صحيح. لو أضفت سبب ثالث وهو أنا أعتقد عامل أيضا من العوامل، وهو التشويه العالمي، التشويه العالمي لصورة الإسلام. فلا يمكن أن يكون الإسلام عالميا مشوه ويكون محليا يعني غير مشوه. أنا في تقديري أيضا هذه مسألة متداخلة، الرأي السياسات الدولية الآن التي تحمل حملة إعلامية شعواء على الدين وعلى الإسلام بالتحديد ووصفه بالإرهاب وإلصاقه بهذا الجانب، أيضا هذا في تقديري يعني ساهم. وبالتالي أيضا هذا لا ننكر أن بعض ممارسات المسلمين أدت إلى هذا، ساعدت في هذا الأمر. ولذلك نحن حقيقة كما تفضلت يعني في هذا المؤتمر استطعنا أن نحقق جزء كبير جدا من على الأقل إزالة الصورة المشوهة، الاقتراب من الطرف الآخر عكس الصورة. يعني حاولنا باختصار أن نقول لهم نحن لا نحمل سيوفا ولا خناجر لقتلكم بقدر ما نحمل مشروع رحمة، كما قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وحقيقة أيضا واحدة من القضايا اللي أحب أيضا أنبه عليها، يعني واحدة من الأشياء المبتخلة أيضا المسلمين في إريتريا يعرضوا مشروعهم بشكل طبيعي باعتباره مشروع رحمة ومشروع لكل الناس، أنهم يحسون بأن الطرف الآخر وقعت منه مظالم. فقضية المظالم والاحتقانات والتوتر الداخلي أدى أيضا إلى أن لا يحملوا الآن مشروع دعوة بقدر ما يحملوا مشروع سياسي. هذا الموجود الآن. فأنا في تقديري كيف نستطيع كمسلمين أن نوازن ما بين مشروعنا الأساسي وهنا أن أمة رحمة وأننا نحمل مشروع لهداية الناس، وأن هذا الذي ظلمنا نعم الآن في السلطة، ولكن هنالك قاعدة شعبية واسعة يعني ربما من الناحية اللغوية والناحية الانتماء العرقي ينتسبون إليه، لكن يجب أن نفصل ما بين سلطة سياسية ظالمة وحاكمة ومتربصة بالناس وما بين مجتمع يجب أن يكون مشروعنا إن شاء الله الذي ننطلق فيه. وكما قلت ننطلق فيه من مفهوم الرحمة الذي يعني حقيقة ما وجدت صفة لله سبحانه وتعالى أوسع ولا أشمل في هذا الوجود مثل صفة الرحمة. فكيف نستطيع على كل أن نحمل هذا المشروع بأن يعني ننقذ الناس مما هم فيه من جهالة، ما هم فيه من ضلال، ما هم فيه من غواية. وأنا أعتقد حقيقة نحن يعني أعتقد أن نحمل مشروع لكل الناس إن شاء الله يمكن أن يؤدي إلى خلاصهم في الآخرة ونجاتهم وسعادتهم أيضا في هذه الدنيا. طيب شيخ حسن سلمان، يعني في عجالة يعني مشاركتكم في ملتقى الحوار الوطني الإريتري، هذا الملتقى الكبير اللي ضم إريتريين من خارج
إريتريا ومن العالم شبه ككل يعني. نقاشات المؤتمر حول حرية الاعتقاد واللغة والحريات العامة في إريتريا، هل وجدتها ترضيك وتصورك عن العمل القادم بعد إنشاء أو إقرار إنشاء المفوضية؟ حقيقة يعني أنا أقدر أقول هذا الملتقى استطاع أن ينقل الأطراف كلها إلى خطوة متقدمة. ينبغي أن نتصور أن الكمال عزيز، يعني كمال في لا يكون من بداية المشوار، لكن نحن استطيع أن أقول تقدمنا خطوة واسعة جدا في الاستماع إلى بعضنا. يعني هذا الملتقى حقق على الأقل مبدأ الحوار كقيمة حضارية، وحققوا أيضا كقيمة على الأقل وطنية الناس محتاجين إليها. فقدرنا على الأقل نسمع في تقديري من بعضنا البعض، وكل طرف قال ما عنده، كل طرف استطاع أن يقول ما عنده. ولأول مرة أنا في تقديري على الأقل الطرف الآخر، الطرف المسيحي بالتحديد والنصراني بالتحديد، يعني استطاع أن يسمع إلى مظالم المسلمين. ما هي مظالمهم؟ ما هي رؤاهم؟ لماذا يحتشدون؟ لماذا يعارضون النظام؟ هل يعارضون النظام فقط لأن على رأسه شخص غير مسلم، أم يعارضون النظام لأن هنالك مظالم حقيقية وقعت عليهم؟ أنا في تقديري من خلال المناقشات اللي شاركنا فيها لاحظت لأول مرة حقيقة اعترافات هائلة جدا ومن عدد كبير من الناس، وبصورة موضوعية وبصورة منطقية استطعنا على الأقل الطرف الآخر ننقله معنا إلى أن حقيقة العنصر المسلم مظالمه مظالم كبيرة وإشكالاته إشكالات واسعة، وإذا لم يستطع الطرف الآخر أن يتفهم هذه المظالم ويتفهم بالتالي أيضا المشاعر النابعة عن هذه وردات الفعل النابعة من هذا الأمر، ربما يكون هنالك مهدد للوحدة الوطنية. فأنا أعتقد أنه خطونا خطوة متقدمة، واستطاع كل طرف أن يسمع للطرف الآخر، وبدأنا أقول على الأقل نؤسس الأرضية في إطار الحد الأدنى من المشتركات الوطنية. استطعنا في هذا الاتجاه أقول خطوة كبيرة، والمؤتمر القادم إن شاء الله يكون خطوة أوسع وأكبر وأشمل في مساحة أوسع من البشر أيضا، وفي مساحة أوسع من الأطراف اللي ما شاركت أيضا في هذا الملتقى. في الأخير الشيخ سلمان، ماذا تريد أن تقول لكل من يصل إليه صوتك أو من يسمعنا الآن؟ حقيقة نحن يعني أقول محتاجين إلى بعضنا البعض، وأن الوطن حقيقة ليس ضيقا بأبنائه، ولكنه أحيانا كما يقال يعني ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أحلام الرجال تضيق. فنحن في تقديري محتاجين إلى أن تتسع صدورنا لبعضنا البعض، ومحتاجين أيضا وخاصة أقول المسلمين محتاجين إلى حمل مشروعهم بشكل صحيح. فإن من يحمل قضية لابد أن يكون صابرا فيها، محتملا للأذى، داعيا إليها، متمسكا بها، حريصا على إيصالها للناس، لا يهدأ له بال ولا يقر له قرار حتى يصل مشروعه بإذن الله سبحانه وتعالى إلى كل الناس وإلى كل الخلق. فما بالك بالأقربين من المجاورين لنا ومشاركين لنا في الوطن. حقيقة أنا أناشد أولا كل مسلم بأن يتمسك بدينه ويلتف حول رسالته ويحمل كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ينطلق بها في الناس. الأمر الآخر أيضا أطالب الطرف الآخر شركائنا في هذا الوطن أننا محتاجين أيضا إلى إرساء أسس التعايش السلمي، ومحتاجين كذلك إلى تحقيق الوحدة الوطنية، ومحتاجين إلى لملمة الجراحات وتجاوز الإشكالات. لأننا في تقديري إذا لم نحقق ذلك فإن إريتريا يمكن أن تكون في مهب الريح، ونحن لا نتمنى لوطننا العزيز هذا الأمر. وبالتالي أنا أقول إن شاء الله أن إريتريا لكل الإريتريين، وأنها مسعى الجميع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله الأنبياء أيضا تحدثوا حول مبدأ مهم جدا وهو قضية السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. السلام قيمة نادى بها عيسى عليه السلام ونادى بها محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك نحن نعتقد أن السلام هو المدخل الطبيعي للرسالة، أن السلام هو المدخل الطبيعي للحوار، أن السلام هو المدخل الطبيعي للحب، أن السلام هو المدخل الطبيعي للإيمان الذي هو إن شاء الله مدخل للسعادة في الدنيا والآخرة وإلى جنة عرضها السماوات والأرض. وشكرا. سلام.